السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو، نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن ثلاث أسئلة اختيار من متعدد، وانتوا عارفين الأسئلة بتاعتنا هي أسئلة أوائل طلبة، فياريت الكل يركز معنا وإحنا بنجاوب لأن ممكن تجيلنا تريكات في الامتحانات. صلاح plays as space as Messi، طبعا plays as well as Messi. ليه ما قلتش as good as Messi؟ لأن أنا مش بوصف صلاح عشان أجيب صفة، أنا هنا بوصف plays فلازم أنا أجيب ظرف، يبقى ممكن بعد بين as و as بدل ما بجيب صفة أجيب ظرف. تمام؟ إمتى بقى الحالة دي؟ لما يكون أنا بوصف الفعل صلاح بيلعب بنفس جودة ميسي، بيلعب بنفس جودة ميسي، يبقى لازم أنا أجيب ظرف في النص بين as و as. لكن لو قلت صلاح is يكون as good as ميسي. سهى is pleased about her cousins، مسرورة من أبناء عمها. تمام؟ pleased about، ممكن pleased with تيجي with أو about، الاثنين صح. My grandfather is ill but he is getting better، هو يتحسن، يتحسن يعني getting better. منبارك لكل احبتنا وابطالنا ابطال القناه اللي قدروا ان هم يجاوبوا عن الثلاث اسئله معا، وانا عارف ان السؤال الاول كان في ناس كتير اخفقت في اجابته للاسف، وتعالوا مع بعض ندخل لوحه الشرف للقناه ونكرمهم. وهنبدا مع اول طالبه قامت بالتعليق بالاجابه الصحيحه، وهي الطالبه سلمى خليل طرابيس من محافظه البحيره. إسراء خليل طرابيس من محافظة البحيرة. مروان عثمان، زياد عبد الحليم عبد المعز، عفاف أحمد محمد، محمد شكري من محافظة الإسكندرية، حبيبة ضياء من القليوبية، سامي مرزوق، شهد أشرف من المنيا. ألف ألف مبروك ليكوا وحبتنا ودعواتنا ليكوا يا رب بدوام التفوق بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثاني الإعدادي، هو عبارة عن إجابات كتاب المعاصر الوحدة التالتة كاملة. هنجاوب النهاردة على الوحدة التالتة من الألف إلى الياء إن شاء الله. أتمنى أن الفيديو يعجبكم، وما تنسوش هسيب لكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف جميع فيديوهات الصف الثاني الإعدادي اللي حابب يطلع عليها هتلاقوها أسفل الفيديو، وكمان هسيب لكم رابط الانضمام معانا لصفحتنا على الفيسبوك هتلاقوه اسفل الفيديو، وانا بتشرف بان انتم تنضموا معانا لصفحتنا على الفيسبوك. وبفكركم احبتي لو دي اول زياره لكم للقناه، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو دعم لينا ودعم للقناه. وبفكركم تفضلوا معانا لنهايه الفيديو علشان تجاوبوا عن المسابقه اللي موجوده في نهايه الفيديو. نبدا مع بعض على بركه الله. اول حاجه هنجاوب عليها هي صفحه 129 129. 129 هتلاقوا رقم الصفحة على اليمين كده. تمام؟ أنا هحاول أجاوب سريعا وتباعا كده، الإجابات هتيجي ورا بعضها، فياريت لو في جزئية أو في سؤال أنت أو أنت مش فاهمينه ياريت تكتبوا لي في التعليق رقم الصفحة ورقم السؤال، وأنا إن شاء الله هحاول أرد عليكم في التعليقات حرصا على وقتكم. أنا هحاول أسرع الإجابات سريعا، وزي ما أنتم شايفين رقم الصفحة على اليمين والسؤال، وتكتبوا لي السؤال اللي أنتم مش فاهمينه في التعليقات. نبدأ مع بعض الإجابات على بركة الله.
وبكده احبتي نكون خلصنا اجابات المعاصر الوحدة التالتة كاملة الصف الثاني الاعدادي. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم شيء مفيد احبتي. ما تنسوش لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة كل حبايبنا في كل مكان. تعالوا مع بعض ندخل على الكويز اللي انا عارف ان في ناس مستنياه. today's quiz هو عبارة عن ثلاث أسئلة اختيار من متعدد، وعارفين الأسئلة بتاعتنا هي أسئلة أوائل طلبة ومستواها مرتفع، فياريت الكل يشارك معنا في التحدي ده والكل يعلق والكل يركز تركيز جامد لأن الأسئلة مش سهلة. سؤال الأول، دكتور مجدي يعقوب سبيس ميني هارت أوبريشنز هاد توك ديد ميد I used to be fat but now I don't do am I'm not. Space you at the party yesterday? No, I wasn't. Was, are, where, do. أتمنى إن شاء الله إن كل أصدقائنا أصدقاء القناة يوفقوا في الإجابة عن الثلاث أسئلة معا. ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي أنتوا منها، وانتظرونا في الفيديو القادم بإذن الله، فيديو تكريم. وحتى حينها أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.